باي تلا فايت. طبعا الكلام ده مش عندي وانتوا عارفين كده كويس. السلام عليكم، مهند معاكم، كل سنه وانتوا طيبين، رمضان خلاص على الابواب. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن استخدام العصايه والكلاب، العصايه الخشب العاديه. في كتير جدا مننا للاسف بيستخدم العصايه دي ان هو يدرب بيها الكلب بتاعه في الحراسة. انا مش بتكلم على الناس اللي بتضرب الكلاب بالعصاية، لا، انا بتكلم على الناس اللي بتخلي الكلاب تعض في العصاية على اساس ان هي سلاح، وان الكلب بيهاجم السلاح ده للدفاع عن نفسه او للدفاع عن صاحبه. فكرة ان الكلب يدافع عن نفسه او يدافع عن صاحبه دي حاجة يعني جميلة جدا، وحاجة ما فيهاش اي نوع من انواع الغلط، ولكن الغلط في حاجتين في استخدام العصاية دي. الحاجة الاولى ان انت لما حضرتك بتشوف كلب شرس جدا وبيهوه جامد جدا وبيهاجم العصاية اللي ماسكها الخصم او ماسكها الديكوي او ماسكها الشخص اللي بيهاجم، ان هو بيهوشه بالعصاية والكلب بينقض على العصاية وبيعضها جامد جدا، حاجة زي كده مش منطقية. لان لو السيناريو مظبوط، لو السيناريو فعلا واحد ماسك عصاية وبيهاجمك او واحد ماسك عصاية وبيهاجم الكلب، لو الكلب ماسك السلاح بسنانه ده كده بيديني انا المهاجم وقت ان انا اقعد افكر، وبيديني الفرصة ان انا اجيب حاجة تانية، سلاح تاني وهاجم بيه الكلب، او بيديني الوقت والفرصة ان انا ازق الكلب وهو مشغول بالعض الشيء اللي انا ماسكه ده وازقه بعيد عني، ويا اما ان انا اهرب الاقي مكان يتقفل عليا باب فيه، يا اما ابتدي ازق الكلب ووديه مكان واقفل عليه الباب وارميله العصاية. بطريقة دي حاجة زي كده ملهاش اي عايزة. في السيناريو الطبيعي الكلب اللي هو بيعض العصاية، لو حطينا سيناريو طبيعي حقيقي، الكلب ده ممكن يكون فعلا في شراسة قوية جدا، ممكن يكون بيعض بطريقة فيها قوة وعنف جامد جدا، ولكن ما بيشغلش ده. الفكرة كلها ان احنا لما بنيجي بنحط الكلب في سيناريو طبيعي، الكلب بيبقى فاهم ان ده مصدر خطر وبيبقى فاهم ان ده سلاح، ولكن لما بيجي بيعض بيعض الايد اللي ماسكه السلاح. لو انا ماسك هنا بيعض الايد دي، ولو انا ماسك هنا هو بيعض الايد اللي ماسكه السلاح، مش بيعض السلاح نفسه. دي نقطة من نقطتين مهمين جدا. النقطة التانية ان طب انا الكلب بتاعي مش شرس، انا الكلب بتاعي مجرد ان احنا بنلعب بالعصاية، هو بس ايه، انا بهوشه بيها وهو بيعض في العصاية، وانا عارف ان هو بيلعب والكلب عارف ان هو بيلعب ومفيش اي نوع من انواع الخطر، وانا مش عايزه ان هو يبقى كلب حراسة او كلب شرس. طيب انا كده في مشكلة؟ في مشكلة كبيرة جدا. انا بقى اقول لك بقى انا المشكلة ساعتها هتبقى ايه. الكلب عض في العصاية، بص حضرتك اللي بيحصل، شايف الحتة دي اللي انا عضيتها، اللي هي معلش انا ماسك الترايبود بالكاميرا والدنيا بايظة، بص الحتة دي، سيبك ان العصاية فيها مسامير او ما فيهاش مسامير، انا بتكلم على الحتة دي. الحتة دي لو دخلت في ايديك هتسبب لك الم جامد جدا جدا. شايف الرايش ده؟ شايف الرايش ده؟ الرايش ده لو دخل في ايديك هيسبب لك الم جامد جدا. تخيل بقى، تخيل ان حاجة زي كده تدخل في اللثة بتاعت الكلب او اللثة بتاعت الكلب، هيعمل فيها ايه؟ هيحصل فيها نزيف، هيجي بدم، هتعمل له احلى مشكلة انت في غنى عنها تماما. ان الكلب يجيب دم من بقه ده مش اخطر حاجة. في كلاب وهي بتهوهو عادي جدا بتلاقي الكلب عمال وهو بيهوهو بيعمل كده، سنانه بتقفل على بعض بقوة جدا. وساعات في كلاب وهي بتهوهو سنانها بتقفل على لسانها، ودي عادة بتبقى بره عني وبره عنك، هو الكلب اتعود على كده. وساعات العضة دي زي ما انت بتعض لسانك وبتجيب دم، ساعات في كلاب كتيرة بتهوهو او بتزوم تلاقي عضت لسانها غصب عنها وجابت دم. بس حاجة زي كده مش اخطر حاجة، ولكن لما جسم غريب رفيع يدخل في لثة الكلب او يدخل في لسان الكلب ويجيب دم،
الجسم الغريب ده الجسم بيتعامل معاه وبيعمل بقى صديد وبيعمل خراب وبيدخلك في مشكلة انت في غنى عنها تماما. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا ما نستخدمش حاجة زي كده. الحل ان احنا نستخدم لو انت بتلعب مع الكلب وعايزه يعض بجد او بهزار بتستخدم حاجة ما تضروش، بتستخدم دراع. طب انا ما عنديش الامكانيه ان انا اجيب الدراع، دراع غالي جدا. في عضادات للكلاب، طب انا ما عنديش امكانيه ان انا اجيب عضادات، اعمل دراع للكلب اعضده في قماشه، اخليه يقعد في حته كاوتشه، اي حاجه ولكن حاجه ما تعوروش. فما يبهركش كلب شرس واقف في الشارع مع اصحابه وعمال يقعد، او فيديو لكلب عمال يقعد في حته خشبه وتقول الله التصرف ده قوي جدا، التصرف ده حلو جدا. لا، التصرف ده في السيناريو بتاع الحراسة تصرف غلط جدا، وبيدي الفرصة للمهاجم ان هو يتصرف تصرف لان هو مش موجوع، هو الكلب عمال يعض في حاجة هو ماسكها، فكده هو الكلب مش هو، انا مش موجوع كمهاجم. فانا ممكن اقعد افكر بقى، طب انا هعمل ايه؟ انا هشد دي، هزق دي، هجيب حاجه تانية واهبد الكلب بيها، احاول ان انا اهرب اشغل الكلب وابتدي اهرب. لا، الكلب لما بيجي بيعض بالجسم اللي ماسك السلاح مش بيعض في السلاح. طب واللعب، اللعب ليه ادوات في اللعب، اذا كان عندك الامكانيات الماديه ان انت تجيب لعب مخصصه للكلب مفيش مشاكل، ما عندكش الامكانيه ان انت تجيب او تدفع الفلوس بتاعت لعب الكلاب او العضادات مفيش اي مشكلة، اي قماشة اي خرقة اي حاجة ما تكونش بتعور. كل سنة وانتم طيبين. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب فولو على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. سلام عليكم. خد دي بقى.